الله وبركاته. الأحوال الجوية: أمطار وتراجع في درجات الحرارة مع بداية فجر الأربعاء. اثنين من أخواني وأخواتي، وضع اللايك والاشتراك، وتعالوا نشوف الفيديو. الباء والمخيفة في نفس الوقت. نرحب بكم إذا هذا المنحدر المعروف عليه اسم منحدر نهاية العالم المتواجد بالضبط بجنوب إنجلترا. إذا بالنسبة للوضعية المرتقبة مشاهدينا الكرام مع فجر الأربعاء إن شاء الله، نتنقب قدوم اضطرابات جوية نشطة على الولايات الغربية، الولايات الساحلية كذلك والولايات الصحراوية. إذا إن شاء الله أمطار خير راح تكون في الموعد على الولايات الغربية، على بهران، على تلمسان، على منطقة الغزوات. أجواء راح تكون غائمة كما لاحظوا على الولايات الداخلية، ولايات الهضاب العليا كذلك أجواء راح تبقى غائمة على أبواب الصحراء، على ولايات الصحراوية من الناحية الغربية، زوبع على مليزة نشيطة، الحيطة والحدن لمستعملي الطرقات بالضبط على تندوف وأقصى الجنوب على عين جزام. سرعة الرياح تتراوح على العموم من 30 حتى 60 كيلومتر في الساعة. إذا الحيطة والحدن لمستعملي الطرقات، لأنه بطبيعة الحال هتزوب على مليح تؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية. درجة الحرارة مع فجر الأربعاء إن شاء الله تبقى درجة حرارة خاصة مع الفجر باردة، البرودة في الموعد على ولاية الهضاب العليا وين تراوح من 6 حتى 5 درجات مئوية، 9 درجات مئوية على تلمسان. نفس المقياس على منطقة الثورة، تنخفض بمقياس درجة واحدة على غردايا زلفانة بريان، نفس المقياس على ورقلة توغرت حسيم سعود وحسي بركين كذلك، و 12 درجة بأقصى الجنوب برج باجي مختار عين جزام عين أزوا وأبليسة. إذا نحن نشوفوا الوضعية المرتقبة إن شاء الله بعد ظهيرة الخميس إن شاء الله. أمطار نترقبوها راح تكون في الموعد، تبدأ إن شاء الله على الساعة الثالثة مساء على الولايات، أخص بالذكر الساحلية الوسطى على الجزائر العاصمة وضواحيها. أمطار نرقبوها ان شاء الله راح تكون في الموعد على تلمسان، على الشلف، على البيض، على الجلفه، على تندوف كذلك. امطار خير ان شاء الله راح تكون في الموعد. اذا على العموم تراوح من 10 تلحق حتى 30 ملم محليا. سحبنا نوع عالي ومتوسط، اجواء نوعا ما غائمه على ولايه الداخليه، على ولايه كذلك الهضاب العليا. سحبنا نوع عالي والمتوسط على ابواب الصحراء، وسط الصحراء، ذوبع رمليه ناشطه راح تبقى حتى بعد الظهيره على تندوف، دوف على أضرار وأقصى الجنوب على عين جزام، الحيطة والحذر. درجة حرارة بعد ظهيرة الأربعاء إن شاء الله. على العموم غدوة إن شاء الله راح يكون هنالك انخفاض محسوس مقارنة بالأيام الفايتة في درجة الحرارة، خاصة على الولايات الساحلية الوسطى، على الجزائر العاصمة وضواحيها، ترتفع بمقياس درجة واحدة على الولايات الشرقية، عنابة، طارف، سكيكدة، القالة، ترتفع بمقياس درجتين على وهران، مستغانم، سعيدة، سيدي بلعباس، 20 درجة مئوية على شلف، 18 درجة مئوية على تلمسان، تنخفض بمقياس درجة واحدة على البيض ومشرقة ونعامة. راح يرجع انخفاض محسوس في درجة الحرارة مقارنة بالأيام الفايتة على الولايات التالية، على غردايا، زلفانة، بريان، وتلحق من 13 حتى 17 درجة مئوية، 21 درجة مئوية على إليزي، 23 درجة مئوية على ورقلة، توغرت، حسيم سعود، حسي بركين، نفس المقياس على جانت، و 27 درجة كأعلى مقياس بأقصى الجنوب برجوني مختار، عين جزام، عين أزوا وأبليسة. إذا البحر لينها الغد على العموم راح يكون قليل الاضطراب على السواحل الشرقية، مضطرب هايج خاصة بعد الظهيرة، وتراوح سرعة الرياح من 35 تلحق حتى 40 كيلومتر في الساعة على سواحل تنسدلس حتى السواحل الغربية، سواحل مرسى بنيدي. اتجاهات الرياح إذا على السواحل الشرقية راح تكون شمالية تماما، تعاود ترجع شرقية تماما على سواحل العوانة جيجل، إلى شمالية تماما على السواحل الغربية، سواحل مرسى بنيدي.